تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حذرت الولايات المتحدة نظام الأسد من مغبة شن هجوم كيميائي جديد في سوريا بعد أن كشفت استعدادات محتملة للقيام بهذا الهجوم. وقال البيت الأبيض إن التحذيرات التي تعرفت عليها الولايات المتحدة تشبه تلك التي أدت إلى الهجوم السابق على بلدة خان شيخون. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، ناقشا فيه محادثات إستانا بشأن سوريا المزمع عقدها الشهر المقبل. وأعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين اتفقا على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا. أيضا في أخبارنا، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية اليوم الثلاثاء بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي تنظيم داعش من أهالي الحويجة ومقاتلي التنظيم من ديالة بسبب أموال جمعها أفراد التنظيم جنوب غرب المحافظة. وأضاف المصدر أن الاشتباكات أدت إلى قتل وإصابة عدد منهم بجروح. أكدت وزارة الصحة العامة والإسكان اليمنية أن قوافل المساعدات السعودية المخصصة لمكافحة وباء الكوليرا ستتوزع على مختلف المناطق المتضررة من الوباء اعتبارا من اليوم، مشددة على أن فرق الميدان تعمل على مدار الساعة لتطويق الوباء تمهيدا للقضاء عليه. يشار إلى أن السعودية ستقدم 66 مليون و700 ألف دولار لاحتواء وباء الكوليرا في اليمن. سمع انفجار ضخم من سفينة على الأرجح عسكرية قبالة ساحل منطقة بلاد بنط التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال في وقت متأخر من يوم الاثنين بحسب مسؤولين، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار بسبب حادث على ظهر السفينة أو نتيجة مهاجمين قراصنة، ولم يتضح أيضا ما إذا كانت السفينة غرقت بعد الانفجار أم لا. أعلنت أربع شركات كبرى للتواصل الاجتماعي تكاتف جهودهم لمواجهة التطرف عبر الإنترنت، وكونت كل من فيسبوك ومايكروسوفت ويوتيوب وتويتر منتدى عالمي للفضاء الإلكتروني لمواجهة الإرهاب. قالوا إنه سيسمح لهم بمشاركة الحلول الفنية وكشف وإزالة المكون المتطرف على الشبكة العنكبوتية. كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من اسكتلندا أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس يطلق مركبة من الجلد يمكن أن يخفف من أعراض مرض الأكزيما. وقال العلماء إن النتائج تمهد الطريق للعلاجات الجديدة التي تحاكي آثار أشعة الشمس، ويمكن أن تساعد المرضى على تجنب العلاج الخفيف الذي قد يكون له آثار جانبية ضارة على الجلد مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان. نهاية الموجز، في أمان الله.